لما نيجي نتكلم على التضخم، التضخم هو ارتفاع مستمر ومتتالي في المستوى العام في الأسعار، وبالتالي نقدر نقول إن التضخم هو نقود كثيرة تطارد سلع قليلة. في الواقع إن في أسباب كتير للتضخم ممكن يحصل بسببها، تعالوا نشوف إيه هي الأسباب دي. قبل ما نشوف الأسباب لازم نعرف الأنواع عشان كل نوع له سبب. في من حيث حدة التضخم، في حاجة اسمها التضخم الجامح، يعني ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، أما التضخم الزاحف فهو ارتفاع الأسعار بصورة بطيئة. من حيث تأثير المعاملات الدولية، في التضخم المستورد نتيجة الواردات من الخارج. في من حيث الضغط التضخمي، تضخم جذب الطلب أو جانب الطلب نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات بصورة أكبر من المعروض منها. في تضخم التكاليف أو النفقة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج. لما نيجي نشوف آثار التضخم، بنقول إن التضخم بيمس معيشة الأفراد. أهم الآثار دي، أول حاجة انخفاض الدخل بالنسبة لأصحاب الدخول الثابتة، لأن معدلات الأسعار بتزيد بنسبة أكبر من زيادة الدخول. بالنسبة للمديونية، بيستفيد المدين بينما يتضرر الدائن. بالنسبة لميزان المدفوعات، بيبقى فيه تأثير سلبي نتيجة زيادة الواردات ونقص الصادرات. بالنسبة للنمو الاقتصادي، بيبقى فيه حالة عدم يقين أو عدم تيقن حول الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي بتتأثر قرارات الاستثمار وممكن تتأخر. قبل ما نبدأ في موضوع البطالة، بفكرك إنك لازم تغطي النقاط الأساسية اللي إحنا قلناها في كل مشكلة، وده مطلوبة منك للبحث. الأسباب، تطور الأرقام خلال فترة 10 سنوات، مقترحات العلاج، تجربة دولة نجحت في علاج المشكلة. نبدأ المشكلة التانية اللي هي البطالة. يعني إيه بطالة؟ البطالة يعني فرد قادر وراغب وباحث عن عمل لكنه لا يجد عمل، أو بعبارة أخرى زيادة في المعروض من العمل عن المطلوب منه. لما نيجي نقول بنحسب إزاي معدل البطالة، بنقسم عدد العاطلين على القوى العاملة أو عدد الأفراد في سن العمل. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح تقسيمة السكان في القوى البشرية العاملة وفي خارج القوى العاملة. القوى البشرية العاملة دي قوة عمل متاحة في السوق وقوة عمل احتياطية. قوة العمل المتاحة في السوق جزء منها في حالة عمالة وجزء منها في حالة بطالة. العمالة جزء بيعمل سواء لديها عمل أو بدون أجر أو بمكافأة، جزء لا يعمل
أو جزء لا يبحث عن عمل أو ينتظر العودة للعمل أو تحسن الظروف. البطالة ليها أنواع: هيكلية، احتكاكية، تكنولوجية، دورية أو موسمية. لما نيجي نشوف أنواع البطالة زي ما قلنا: الاحتكاكية، الهيكلية، الموسمية، الدورية، المقنعة. لما نيجي نتكلم على البطالة الاحتكاكية فهي بطالة نتيجة الانتقال من وظيفة إلى أخرى. البطالة الهيكلية معناها أماكن فيها فرص عمل لكن العمال لا يرغبوا في الانتقال إلى هذه الأماكن. البطالة الموسمية بتصيب الاقتصاد في مواسم معينة. البطالة المقنعة معناها إن أفراد بيعملوا لكن إنتاجيتهم صفر. البطالة الدورية مرتبطة بالدورة الاقتصادية. مطلوب منك تعريفات أنواع البطالة وأمثلة عملية على أنواع البطالة. وده شرح تفصيلي لأنواع البطالة. يبقى أنت مطلوب منك أمثلة عملية على البطالة. تقول لي مثلا البطالة الهيكلية زي ما بيحصل في الوظيفة الفلانية في الفترة الفلانية، البطالة الدورية زي ما بيحصل في كذا، البطالة الموسمية زي ما بيحصل في الموسم الفلاني. نفس الشيء هيطبق على البطالة المقنعة أو موسمية أو دورية. بفكرك تاني، أنت محتاج تطبق الأربع عناصر على مشكلة البطالة، ودي نقطة بحثية مطروحة ليك للبحث وإعداد ورقة بحثية فيها. بالتالي أنت بتحدد الأربع عناصر في كل مشكلة أنت بتدرسها.